عرض عسكري ضخم وتفتيش للحرب على الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه السيد الرئيس السوداني عمر حسن البشير. يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر بالذكرى 43 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وفي بداية كلمة سيادته بهذه المناسبة طالب السيد الرئيس الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبرار، وقد وجه السيد الرئيس الشكر لنظيره السوداني كأحد أبطال نصر السادس من أكتوبر. يشرفني اليوم أن أرحب بالأخ العزيز الرئيس السوداني عمر حسن البشير والذي يشاركنا اليوم في إحياء هذه الذكرى الغالية لحرب الكرامة التي خاضتها الشعوب والجيوش العربية. وأود في هذا السياق أن أشيد بالمساهمات القيمة التي قدمتها عدة دول عربية خلال حرب أكتوبر، وفي مقدمتها السودان الشقيق الذي حرص على إرسال لواء مشاة من الجيش السوداني الباسل للجبهة المصرية، ضم بين صفوفه الرئيس عمر البشير شخصياً. وأكد الرئيس عزم الشعب المصري وإصراره على مواصلة تحقيق طموحاته واستلهام روح أكتوبر في الوقت الحاضر. وإني على ثقة في أن شعب مصر سيتمكن من تجاوز كل ما يواجه الوطن من تحديات تنموية واقتصادية راهنة. فكما حققنا نصر عام 1973 بالتضحية والانضباط والإصرار، سنحقق التنمية والتعمير والبناء بعزيمة المصريين وعملهم الجاد وتصميمهم على تشكيل مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة. ووجه سيادته تحية للقوات المسلحة والشرطة التي تقدم كل يوم شهيدا فداء تراب هذا الوطن. سنظل دوما نتذكر شهداءنا ولن ننسى تضحياتهم وبطولاتهم ولن نتخلى عن أسرهم، وسنعمل دوما معا من أجل توفير حياة أفضل لأبنائهم. أما كلمة السيد الفريق صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة فقد أكدت على أن حرب الشائعات لن تثني أبناء القوات المسلحة عن القيام بواجبهم دون تهاون. إن القوات المسلحة سوف تواصل تصديها لكل القوى المعادية لمصر وشعبها، ولن نمكن أحدا من أن يهدد الوطن أو يعرقل مسيرته نحو المستقبل الأفضل لمصر وشعبها. وكانت الاحتفالية قد شملت استعراضا للقطع العسكرية التي شاركت في حرب السادس من أكتوبر، مرورا بأحدث المعدات التي انضمت مؤخرا لقواتنا المسلحة، علاوة عن القيام بتشكيلات صعبة لعناصر المظلات، واستعراضا لأهم مكونات الجيش الثاني الميداني. الانطلاقة الحرة الواثقة لرجال المظلات. وأظهرت العروض مدى القدرة التنظيمية الفائقة للجيش المصري، وهذا ما أوضحه اللواء أركان حرب ناصر محمد عاصي قائد الجيش الثاني الميداني في كلمته، مؤكدا أن هناك رجالا مرابطون في سيناء ويقودون حربا شرسة ضد أعداء الله والوطن. حضر الاحتفالية الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ولفيف من الشخصيات العامة.